نواكشو تحتضن ندوة فكرية حول العلاقات الموريتانية الإماراتية بين الماضي والحاضر. التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا يطلق فعاليات النسخة 33 من ملتقى السيرة النبوية ونصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وزير التدريب الوطني والتكوين التقني والإصلاح يطلع في مدينة العيون على سير الورشات الجهوية المنظمة من طرف قطاعه حول البرنامج التربوي الجديد. السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة منتصف الليل، أهلا بكم إلى تفاصيلها. احتضنت العاصمة ندوة ثقافية تناولت العلاقات الثنائية القائمة منذ القدم بين بلادنا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أنعشت هذه الأمسية المنظمة من طرف الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية الإماراتية كوكبة من البرلمانيين والساسة والمفكرين. فعالية الأمسية جرت تحت إشراف النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية وبحضور وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان إلى جانب سفير الإمارات العربية المتحدة في نواكشوط. التعاون الموريتاني الإماراتي آفاق واعدة ومستقبل مشرق، عنوان لم هذا الجمع من النواب والساسة والمفكرين لتقييم مسار من العلاقات الأخوية والتعاون المتعدد الأوجه امتد لأكثر من 4 عقود من الزمن. في طليعة الحضور، النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية ووزير الثقافة والعلاقات مع البرلمان والسفير الإماراتي بنواكشوط. لقد شهدت العلاقات الموريتانية الإماراتية تطورا ملحوظا تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد وللشيخ محمد أحمد الغزواني وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وولي عهده الأمين سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تجلت في تبادل الزيارات وتنسيق المواقف المشتركة. وقد وقعت بلادنا العديد من الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، من أهم تلك الاتفاقيات الموقعة التوقيع بين البلدين على اتفاقية تتعلق بتطوير التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي عبر منح حقوق النقل الجوي لمؤسسات النقل الجوي في البلدين، إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين. تتميز موريتانيا بالاستقرار السياسي والأمني، وتنتهج سياسات اقتصادية منفتحة ومحفزة للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التسهيلات التي يتضمنها قانون الاستثمار، ونتطلع إلى أن يكون ذلك عاملا وحافزا مهما إلى تطوير الشراكة بيننا والمستثمرين الإماراتيين في كل المجالات. تعزيز التكامل بين البلدين وفضاء الاستثمار ومتانة الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين مفاهيم توقف عندها السفير الإماراتي في نواكشوط سعادة السيد حمد غانم المهيري. عنده مهما وصلت إليه العلاقات بين الإمارات وموريتانيا من تطور في شتى المجالات، تظل طموحاتنا كبيرة لتحقيق ما هو أفضل في ظل قوة الروابط بين الشعبين وفي ظل التوجيهات السامية لقائد بلدين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب الفخامة محمد ود الشيخ الغزواني حفظهم الله. أيها السادة والسيدات، لا يسعني هنا إلا أن أوجه شكري وامتناني لفريق الصداقة البرلمانية الموريتانية على هذه المبادرة الكريمة التي ستسهم دون شك في تحقيق ما نتطلع إليه جميعا بالرفع من مستوى العلاقات وتطويرها وتوسيعها. المتدخلون تناولوا مسار العلاقات ومراحل تدعيم عرى التواصل بين شعبين فرقت بينهما الجغرافيا وقربت بينهما المحبة الصادقة ووشائج القرب التي نسجها الدين والثقافة والمواقف المشتركة من القضايا الكبرى التي تخدم الأمتين العربية والإسلامية. تحت عنوان سلامة الإيمان والأبدان لمواجهة التحديات الراهنة، انطلقت صباح أمس في المركز الدولي للمؤتمرات تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية فعاليات الدورة 33 لسيرة ونصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر الذي دأب التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا على تنظيمه كل سنة محورين أساسيين يبحث أولهما
أولهما وضع استراتيجية كاملة لمواجهة حملات الإساءة على الجناب النبوي الشريف، والثانية تعلق بمواجهة الكوارث والأوبئة. الزمان شهر مولد خير البرية ربيع الأول، والمكان قصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط. أما الحدث والحديث فعن سيرة من بعث سراجا منيرا، لأجل ذلك حضر الجميع للمؤتمر السنوي للسيرة النبوية الشريفة الذي ينظمه التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا، فحمل الشعار سلامة الإيمان والأبدان لمواجهة التحديات الراهنة. إن هذا الملتقى العظيم لفرصة من ثمينات الفرص التي تتحرك فيها المشاعر والأفئدة للنهل والعل معا من ينابيع المحبة الرقراقة الصافية، وقديما قيل وذو الشوق القديم وإن تعزى مشوق حين يلقى العاشقين. فهنيئا لكم بهذا الجو المفعم بمحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لكم مرة أخرى لأن المرأة مع من أحب. أيها السادة الحضور، لي الشرف أن أفتتح اليوم باسم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني هذا المؤتمر المبارك الذي يشد النفوس إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ويتدارس القيم الرفيعة التي جاء بها، وهو ما يدخل في إطار تعهدات فخامته التي نص فيها على أن الدفاع عن شريعتنا الغراء وقيمها السمحة سيبقى المبدأ المحرك الذي يوجه مجمل نشاطاته. ولأن المؤتمر جاء في ظرف استثنائي بسبب جائحة كورونا، أخذ هؤلاء حذرهم وتنادوا لهذا المؤتمر الهادف إلى التمسك بنصرة خاتم النبيين وتوحيد الجهود في الذود عن الجناب النبوي الشريف والسير على سنته شرعة ومنهاجا. يعرف عالمنا اليوم تطاولا لا أقول غير مسبوق، ولكنه تطاولا مستغرب بما تصفت به ازدواجية المعايير، وبما نسمعه عبر شاشات الإعلام ونتابعه من تطاول على جناب النبوي الشريف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نبرأ إليك مما صنع هؤلاء، اللهم إنا نبرأ إليك مما صنع هؤلاء. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الآخرون يقفون لما يقفون له، فلنقف نحن إجلالا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفود عربية وإفريقية تشارك في المؤتمر النبوي الأكبر من نوعه، جمعتها الغيرة على الرسول صلى الله عليه وسلم. إننا باسم رابطة العالم الإسلامي والشعوب المنضوية تحت لوائها والذين يمثلون 1,800,000,000 مسلم، نطالب من خلال هذا المؤتمر الدولي المنظمات والهيئات الحقوقية العالمية بإصدار قرار واضح وملزم يمنع الإساءة أو الإهانة إلى رسالات الله السماوية جميعا ورسالة الإسلام الخاتم، ويمنع التطاول على رسل الله أجمعين وعلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ويجرم كل ما يسيء إلى الرسل والرسالات والمقدسات، حماية للمجتمعات البشرية من الصراع والاحتراب الذي يهدد الأمن والسلام العالمي. رئيسة جهة نواكشوط رحبت بالوفود المشاركة وأكدت أن الحدث عظيم، داعية إلى الوقوف في وجه كل من تسول له نفسه الإساءة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بعدها طفق المتحدثون يسبرون سيرة خاتم الرسل الزكية، ساسة وحقوقيين وأصحاب فكر هاموا في شمائل من بعث رحمة للعالمين، فلا حرية تعبير حين يتعلق الأمر بمن كان خلقه القرآن، وتوالت المداخلات تصب في مدح أبي القاسم.
أكثر من 3 عقود من الزمن هي عمر هذا المؤتمر الذي بث حب النبي صلى الله عليه وسلم في صدور المشاركين فيه، ولسان حالهم يقول: كل القلوب للحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. محمد عمر بلول، الموريتانية، من قصر المؤتمرات، نواكشوط. إلى ولاية الحوض الغربي، حيث أدى وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح صباح أمس بمدينة العيون زيارة لبعض المصالح التابعة لقطاعه، وتندرج هذه الزيارة في إطار المواكبة الميدانية لورشات التكوين التي تنظمها الوزارة على المستوى الوطني لصالح مفتشي التعليم الأساسي حول البرامج التربوية في حلتها الجديدة. الزيارة التي أداها وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح لبعض المؤسسات التابعة لقطاعه بمدينة العيون كانت أولى محطاتها مدرسة تكوين المعلمين بالعيون، التي تتواصل فيها فعاليات ورشة تكوين المكونين على البرنامج الجديد للسنة الأولى من التعليم الأساسي، حيث أكد الوزير محورية هذا التكوين الذي سيشكل زادا ومنطلقا للمفتشين فيما ينتظر منهم من تأطير وتكوين لمعلم السنة الأولى من التعليم الأساسي. المفتشون المستفيدون من هذه الورشة أعربوا عن ارتياحهم حول توجه القطاع إلى تطوير مناهجه وإشراكه لكافة الطيف التربوي. هذه الورشة مهمة لأنها مكنت المفتشين من الاطلاع على مقترح المراجعة وتبادلوا فيه الآراء وقدموا الاقتراحات المناسبة، ونتصور أن هذه المراجعة اللي عدلت وهذه الملاحظات اللي قدموا المفتشين إن شاء الله ستثري هذا الإصلاح وستمكنه إن شاء الله مستقبلا من تحقيق الأهداف المرسومة. أهل التعليم أولا يناقشون مشاكلهم وهم الذين يضعون حلولها، وهذا طبعا فرق جوهري أصبح واردا وأصبح مرئيا. معناه يعني هذه الورشات هي الأساس الذي سيعتمد عليه أي إصلاح مستقبلي على جميع مدائن، معناها سواء كان في المناهج في هذه المرحلة وهذا موضوع ورشتنا هذه، أو على الميادين الأخرى التي يحتاج التعليم إلى إصلاحها. المحطة الأخيرة لوزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح كانت زيارة تفقد لمدرسة التعليم التقني والتكوين المهني بالعيون، حيث قام بجولة في مختلف أقسام وورشات هذه المدرسة وتلقى شروحا حول وضعيتها وخططها المستقبلية. هذا التكوين انطلق أمس في 4 أقطاب، في كي هيدي وفي العيون هون وفي نواكشوط وفي كجوجت، يشارك فيه جميع المفتشين، وهو فرصة للوزارة لأنها تلقاهم كاملين وتداول معاهم في اللي مطلوب منهم في الإصلاح وتسمع رأيهم فيه. ولذلك أشرفت شخصيا على إطلاق يامس في كي هيدي، واخترت اليوم نعود في العيون باش نحدث المفتشين عن رؤيتنا للإصلاح ونحثهم على الدور الأساسي اللي تلعبوا فيها، ونشكرهم على الدور الأساسي اللي فاتوا لعبوا لعبت هيئة التأطير كاملة والسلطات اللي معنية كاملة في استكمال السنة الدراسية بطريقة جيدة. الزيارة كانت أيضا فرصة لعلن مراكز التكوين المهني في الولايات، اليوم في العيون مركز مدرسة التكوين المهني أعلنها أيضا نزوروها باش نشوفوا مع إدارة المدرسة وطاقمها مدى تقدم إنجاز برنامج العمل لهذه السنة اللي احنا في ختامها والخطوط العريضة لخططها المستقبلية. هذا وقد رافق الوزير في مختلف محطات الزيارة والي الحوض الغربي وعمدة بلدية العيون وعدد من رؤساء المصالح الأمنية والإدارية بالولاية. عبد الله الصوفي، قناة الموريتانية، مدينة العيون. عقد وزير النفط والطاقة والمعادن مع المدير العام لشركة معادن موريتانيا مساء أمس مؤتمرا صحفيا مشتركا تطرقا فيه لواقع سوق تنقيب الأهلي والمناطق الغنية بالمعادن في الشمال الموريتاني. المؤتمر الصحفي كان فرصة سلط خلالها السيد الوزير الضوء على أهم النتائج التي خرج بها المشاركون في اللقاءات التشاركية حول النشاط المعدني الأهلي وأشبه الصناعي التي اختتمت فعالياتها أمس في العاصمة.
نتائج اللقاءات التشاركية حول النشاط المعدني الأهلي والشبه الصناعي كانت محور هذا المؤتمر الصحفي للكشف عن أهداف هذه اللقاءات والآفاق المستقبلية التي ينوي القطاع تحقيقها في ظل المؤشرات الواعدة لقطاع التعدين الأهلي والشبه الصناعي. هذه الأيام التشاورية لما أردنا بها أولا أنه يخرج على السطح، يعني كل حد بعد قاعد عرف القطاع هو شنو، من هو فاعلينه، ماذا يقومون به، شنو متطلعاتهم، ويخلق نقاش صريح واضح حول المشاكل وحول التحديات ونخرج بتوصيات للحكومة وكذلك الفاعلين أنفسهم من أجل ضبطه ورفع مردوديته وانعكاساته الإيجابية وتخفيف من انعكاساته السلبية. وهذا ما تحقق بالفعل، كانوا هون موجودين هاي الأيام السنتين الماضية قريبا 200 شخص من كل فئات المجتمع اللي تعمل وتنشط في القطاع، من الناس من نفوسهم المنقبين والمصنعين وكذلك من المجتمع المدني منتخبين وطبعا من الدولة بشتى إداراتها. وخرجت منه توصيات سمعتها كاملين وهي اللي لهنا عملوا اشتغلوا عليها الآن من أجل ترجمتها إلى برنامج عمل يتم متابعته ويكون هو محور الأساسي لنشاط شركة معادن. بدوره قدم المدير العام لشركة معادن موريتانيا عرضا تناول أهداف الشركة والزيارات الميدانية التي قامت بها الشركة للمناطق المعنية ومواقع التنقيب في ولايات داخل تنوادب وتير الزمور وإنشيري، اطلعت ميدانيا على واقع المنقبين بهدف تكوين صورة مكتملة عن القطاع وظروف العاملين بمجال التعدين وما تحتاجه اليد العاملة هناك من دعم ورعاية. ذا التشاور اللي عدلنا داخل المؤسسة واللي تعودوا شهدتوه اليوم ويامس هو عبارة عن نهج وسنة وقناعة، لأنه هو النهج الصالح، لأن مدى لا يتسن قوانين، يلا تعود تشاور مع الناس اللي تطبق عليها اللي تستفيد منها، ولا هم اللي في حالة مخالفات لا قدر الله لا يتعود تعاقب على ذلك المخالفات. وهذا هو معنى ذي الأيام التشاورية كيف قال السيد الوزير، وهو اللي عدل أعلن اليوم في خطابه أعلن لا يتعود سنويا، فهم لقاء سنوي التقييم ما أقيم به السنة الماضية وشاف هم اللي الأفق المستقبل للسنة الأخرى إن شاء الله تعالى، يعود تقييم دائم. إياك نعود عندنا إطار قانوني قادة تنحل به ذي المشاكل اللي كانت هي موضوع السؤال اللي تعلق بالخدمات. الشركة إياك تعود عندها موارد، يا الله تعود تعرف من الله تجبرهم، وإياك تعود تعدل تتدخل في ميادين كانت عند قطاعات وزارية أخرى في صفة تقليدية في ظروف خاصة في ظروف عادية، يا الله ظروف الشركة الخاصة تعود عندها هي زاد ظروف خاصة قادة تعدل بهم ذيك الخدمات من ماء في قليب ندور ومن كهرباء ومن توفير الصحة وحتى من التعامل مع شركات اتصالات إياك يعود. فهم خطة أخرى تم في الأخير عقد تشاور، خطة طموحة لثلاث سنين فيها طبعا التكوين وفيها الدراسات وأخذ التجارب الإيجابية من الدول الصديقة. وفي معرض ردودهما على أسئلة الصحفيين أوضح وزير البترول والمعادن والطاقة ومدير شركة معادن موريتانيا أن هذا اللقاء سيكون سنويا في إطار عملية تقييمية لمختلف الأنشطة وسد الثغرات ومواجهة التحديات المستجدة. وشملت الردود أيضا تفنيد إشاعات استخدام الكيماوي في مناطق التنقيب، حيث لم تعطي الشركة حتى الآن أي رخصة للاستغلال الكيماوي، بل ستتخذ إجراءات بيئية صارمة سيتم تطبيقها حالما يتم منح رخص في هذا المجال ضمن مقاربة الحرص على حماية مصالح البلد والحفاظ على الصحة العامة. أعلنت وزارة الصحة في الإعلان الصحفي اليومي تسجيل إصابة واحدة جديدة بكوفيد 19 وأربع حالات شفاء خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة أن مصالحها الصحية توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 121 فحصا من بينها 6 فحوص للمتابعة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في بلادنا حتى الآن 7663 إصابة، شفي منها 7378 حالة.
بدأ والي العصابة رفقة وفد من السلطات الإدارية والأمنية جولة تحسيسية في الولاية ضد مخاطر حرائق الغابات، خاصة في هذه الظرفية التي عرفت فيها منطقة العصابة وضواحيها أمطارا غزيرة نجمت عنها مساحات شاسعة من المراعي التي تجب المحافظة عليها درءا لخطر موسمي قد يهدد الغطاء النباتي بولاية العصابة، أطلق والي الولاية حملة جهوية تهدف لتحسيس المواطنين بضرورة الأخذ بأسباب الوقاية من حرائق الغابات. بداية الحملة كانت من مقاطعة بومديد، حيث شدد الوالي الذي كان مصحوبا بممثلي القطاعات الفنية المعنية والسلطات الأمنية على أهمية مكافحة الحرائق عبر تجنب كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمقدرات الزراعية والرعوية للولاية. لأول مرة تعد القافلة هدف إطلاق حملة تحسيس واسعة للفاعلين والشركاء كاملين والمواطنين من أجل المحافظة على المقدرات الحمد لله الرعوية اللي توفرت السنة بسبب الأمطار اللي شهدها البلد، وهذا الحفاظ على البيئة اللي هي عدلنا نكسبه ياسر من الوسائل كانت أصلا تخصص لمعاونة ومساعدة المنمين في أوقات الجفاف والصيف. هاي الحملة مطالبة الفعاليات كاملة من الساكنة ومن المنتخبين والسلطات الإدارية والسلطات الأمنية أنهم يساهموا كاملين، إياك أن نحافظوا ونوقفوا قدام أي يد تحاول أنها تأثر والله تقضي والله تسبب في حرق هذا الغطاء النباتي الهائل الحمد لله. منتخبو المقاطعة أبدوا ارتياحا من الجهود المبذولة للحفاظ على الغابات بالولاية، منوهين بأن على الجميع المشاركة في هذه الحملة. بما أن الموضوع قضية الحرائق ننتهز فرصة نطلب من السيد الوالي بأن المسافات اللي كانت أصلا تستفيد منها المقاطعة في شق الطرق الواقية كانت محدودة وكان متفهم نتيجة لأن المقاطعة كانت للأسف كانت نسبة المياه المطرية كانت محدودة، والعام الحمد لله شهدت مياه بكثرة، وبالتالي ثم المرعى ونختاروا لا تنزاد ذيك نسبة شق الطرق مكافحة الحرائق. الجولة كانت فرصة لسكان مقاطعة بومديد لطرح المشاكل التي تعيق المسيرة التنموية على السلطات الإدارية والتي أكدت العمل عليها. المنتخبون في المقاطعة وكذا الفاعلون والأطر ذمنوا في مداخلاتهم الخطوات المتخذة من قبل الحكومة لحماية الثروة الطبيعية بالولاية، مؤكدين على ضرورة الوقوف صفا واحدا خلف الدولة في حملتها الرامية لصون الغابات من خطر الحرائق. تتواصل لليوم الثاني على التوالي في مدينة كيهيدي أعمال الورشة التكوينية التي تنظمها وزارة التهذيب والتكوين التقني والإصلاح لصالح مفتشي التعليم الأساسي حول البرنامج التجريبي الجديد للسنة الأولى ابتدائية، وتنظم هذه الورشة بشكل متزامن مع مثيلاتها في عدة مدن داخل البلاد، وذلك بمشاركة جميع مفتشي التعليم الأساسي وبإشراف مباشر من السلطات الإدارية والجهوية على المستوى الوطني. خلال ورشات عمل توزع عليها المشاركون في ورشة تكوين المكونين على برنامج سنة الأولى الجديد، تتواصل نقاشات المشاركين والتي انصبت في يومها الثاني على تدارس وضعية مادة اللغة العربية في البرنامج المقترح والتشاور مع المفتشين بخصوص المحتويات المقدمة للنقاش. في اليوم الثاني من هذا الملتقى تم عرض التغييرات التي تم إحداثها في برنامج اللغة العربية و جمع ملاحظات المشاركين على البرنامج القديم وتزويدهم بنسخ من البرنامج الجديد وإجراء مقارنة، وسينتهي يومنا بصياغة جملة التغييرات والتحسينات التي تم إدخالها على هذا البرنامج لإدخالها في التقرير النهائي. مفتشو التعليم الأساسي في ولايات غورغول براك نترزا وقديماقا تدرسوا المقترحات المقدمة من قبل القطاع وتقدموا بتوصيات منتظر أن تساهم في تحسين مخرجات التعليم الأساسي. هذا الملتقى يهدف
إلى مراجعة برامج السنة الأولى، وهو جزء من رؤية شاملة تبارك معها الوزارة وخطوات منهجية واضحة، ولكن في مجال التكوين بدوا بهذه المرحلة كخطوة أولى، وهي مرحلة مهمة جدا. ومراجعة البرامج بالتربية مجال حي، مجال يعود يواكب متطلبات العصر، ما الله يعود مجال جامد. الله كل فترة معينة ترجع الناس وتقعد وتراجع البرامج والمناهج. احنا اليوم الثاني في مدينة كيهيدي، يامس كنا راجعوا موضوع اللغة التربية الإسلامية، واليوم تباركين مع اللغة العربية. شنو الفرق ما بين البرامج القديمة والبرامج الجديدة، وشنو التحسينات وشنو التوصيات اللي موصينا احنا بها كخبراء ميدانيين؟ نحن اليوم اجتمعنا حول الشروع، حول التحسنات التي أدخلت على برنامج اللغة العربية للسنة الأولى. استمعنا لشروح وعروض قدمها المكونون، تناولت جميع المواضيع وكانت مفيدة جدا. البرنامج الجديد للسنة الأولى ابتدائية يمثل محورا من محاور الإصلاح الذي ينفذه القطاع من أجل تحسين واقع التعليم الأساسي وتحقيق أهداف المدرسة الجمهورية. محمد علي سالك لقناة الموريتانية، مدينة كيهيدي. تعرف صناعة الخشبية بمختلف أنواعها في ولاية غرغل رواجا واسعا داخل السوق المركزي بمدينة كيهيدي، نظرا لاعتماد معظم سكان المنطقة في تأثيث منازلهم على هذه الصناعة المحلية. الإقبال والمتزايد على سوق الخشبي جعل من هذه الصناعة بضاعة رائجة قابلة لمنافسة البضائع المستوردة، إذا ما أحيطت بالدعم والعناية اللازمين. تحتل الصناعات الخشبية مكانة هامة بولاية غرغل، حيث حجزت الأدوات والأواني الخشبية موقعا متقدما في السوق وجناحا خاصا بها، جاذبة بتنوعها وزركشاتها المختلفة وألوانها الزاهية اهتمام الزبناء الذين يقصدونها وتصادف أذواقهم في مجال التجهيزات المنزلية وغيرها. ويعمل بها العديد من شباب الولاية رأوا فيها ملاذا من شبح البطالة. صناعة محلية في ولايتك، أنا بعد بالنسبة لي نقد نعود لا نفضل إلى الصناعة الخارجية، لأن الصناعة المحلية هي صناعة في ولاية رقاش، وعاد ليه يزيد بها جماعته اللي معاه في نفس الوقت. نحن نفضل الصناعات التي تنتج محليا بأيادي موريتانيا على الصناعات الخارجية، لأنها غالبا ما تكون غالية الثمن، وبالتالي ندعم الصناعة المحلية تشجيعا لها. ويظل عرض الصناعات الخشبية بهذه السوق متواصلا إلى ساعات المساء الأخيرة، حيث يشهد موسم الخريف إقبالا واسعا على الأواني والتجهيزات الخشبية التي تحتل المرتبة الأولى في طلب هذه الصناعات الخشبية المحلية. أنا أعتمد على صناعة حكم الصناعة التقليدية اللي عبارة عن إبتاك وعبارة عن هاولي نقولهم الطواب الرحاحي. نعد إحنا عليه ياسم التحسينات ما خاص عليه، تعود المواطن يرغب فيها اللي فيها ياسر من رواية معدلة محلية فيها، وتعمل فيها اليد العاملة الوطنية، وتوفر ياسر فرص العمل للمواطن. وهنا قطع ما شاء الله الناس اقبالها ياسر على سينقال صناعة المحلية. احنا هنا سائقين، عندنا زبناء جمعانا هون يشروا هاي البضاعة المحلية، يشروا البضاعة اللي هي كيها ولفام والمتاكل هما زينا عندهم، يشروها يمشوا بيها يشتغلوا بيها، هاي كي بيبان هون معدرين مزخرفين، ما دير لهم شمل العفول هون اتيا معدرين، وصناعة محلية زينا الناس تبقيها تشريها وتمشي بيها من هون اتياها، وتونا احنا نرفضوها لهم وتونا قبوا منهم ترانسبور عليها. سوق لتطوير صناعة الخشب وسط مدينة كيهيدي تعمل بشكل دائم وتنتج حسب الطلب والإقبال، في ظل إقبال واسع من قبل سكان المدينة والقرى المجاورة لها، بحثا عما تتميز به هذه الصناعات التي تحتل مكانة هامة بالمنطقة. قناة الموريتانية، محمد بلال، مدينة كيهيدي.
تعرف سوق السمك المركزية في مدينة وثب حركية دؤوب من لدن المواطنين الراغبين في شراء حاجياتهم من مادة السمك الطازج التي تعتبر عنصرا أساسيا في مكونات المائدة اليومية للأسر في المدينة. الزائر لهذه السوق يلاحظ تزايد الطلب على أسماك القشريات خاصة في هذه الفترة التي تتزامن مع الراحة البيولوجية للبحر، وهو ما فرض تذبذب أسعار هذا الصنف من السمك بين الباعة. مراكب للصيد التقليدي تعود أدراجها إلى ميناء الصيد التقليدي على مستوى مدينة وذب، محملة بما جلت به شباك الصيد من أسماك القشريات التي لا تتأثر بسريان مقلل الراحة البيولوجية. وهكذا تعج سوق السمك الرئيسية بالمدينة بالحركية والنشاط في ظل إقبال المواطنين عليها بعد أن أصبحت جزءا من مائدتهم اليومية. هذا السوق هو السوق المهم في وادي بو، يجبروا فيه أنواع الأسماك. هون الأيام السابقة ما كان فيه السمك، واليوم لله الحمد فيه السمك. السمك متناول الجميع، في شيء لكن الحد وحسب طلبه للسمك. نحن جايين هون ذا السوق نزقنا فيه خرصوا عينة السمك الندورو. وداخل جنبات هذه السوق تتباين آراء رواده في حجم الكميات المعروضة ومستوى أسعارها بعد توقيف صيد الرخويات. أسعارهم متفاضلة، راحة البيولوجية إيجابية للسوق. تعرف لماذا؟ لأن الحوت نين تعود الناس موقفة عن فلفل، يعود أكثر هو ذاك الزمن للناس الموقفة، لأن الناس كاملة تقوم وعد القشبة ولا سوق القشبة، مو سوق فلفل ولا سوق كرمار ولا سوق الأحوات الأخرى، يشتغل لا على القشبة. ومين يوقف فلفل يعود الحوت أكثر ويعود أهون. ولضمان الشروط الصحية المناسبة لعرض هذه الأسماك، عملت مصالح مؤسسة ميناء خليج الراحة على تهيئة الظروف الملائمة لذلك. قدمنا جميع الوسائل اللي داعيهم الحوت، من قد البلات ومن قد الأكياس هم وفرناهم بصفة متوفرة، ووفرنا أيضا هذا السوق ينقصل مرتين للنهار، تم تنظيفهم أول نهار وعقابه، ومحاولين نعلن بكل وسائلنا نعلن نحافظ عليه بالصحية ونوفر له كل الأدوات اللي تريح المواطن. وبذلك توفر سوق السمك بميناء الصيد التقليدي أسماك القشريات التي يتزايد الطلب عليها خلال فترات التوقيف البيولوجي. يحرص الجزارون في مدينة أطار على تطبيق الإجراءات الصحية في معالجة وتوزيع اللحوم الحمراء في أحياء المدينة انطلاقا من المسلخة الوحيدة التي تقع على بعد كيلومترات جنوبية أطار. وعلى الرغم من الاكتظاظ الملحوظ الذي تشهده هذه المسلخة مع الساعات الأولى من كل يوم، إلا أن الجزارين يؤكدون حرصهم على مزاولة أعمالهم بشكل اعتيادي يضمن توفير اللحوم للسكان في بيئة صحية نظيفة. مسلخة مدينة أطار تطلع بدورها في مجال تزويد المدينة باللحوم الحمراء وفق ما تتطلبه الإجراءات اللازمة حماية للمواطنين والصحة العمومية، حيث توفر المسلخة خدمات النحر والذبح وتحضير اللحوم في ظروف ملائمة. مسيطرين على الوضع، الجزارين تعاملوا معهم معاملة حسنة، ما عندهم مشاكل الحمد لله معنا، ولكن قالهم يعدلوا مضبطين، والآن عندنا معهم الطبيب البيطري موجود معنا وعمل اشتغلوا في بليدنا متكاملين الحمد لله. ويباشر الجزارون هنا عملهم اليومي من خلال فرق ميدانية تواكب جميع المراحل في تعاون وانسجام، إذ يطرحون جملة مطالب لتحسين ظروف العمل وتقليل الخسائر التي يتكبدونها. شارفين على تنظيم جزارين كانوا اصلا يبيعوا في الشوارع، وكانت تخلق نحير العشوائيه وذبيح العشوائيه، وذاك الركعتيه نظمناه وعدنا نحرنا لا في المسلخه. طالبين الدوله توسع لنا المسلخه، ضيق علينا ما تفيدنا كامله. مشكله النقل هم اللي نبغوا حد يعاوننا فيه يعطينا وجهات، انتم نجدوا فيهم الحمله. وتتوفر المسلخة على مكان لحجز الإبل قبل النحر، كما يقوم الطبيب البيطري بفحص قبلي لقياس الحرارة والتأكد من سلامة الحيوانات من العيوب والأمراض. عند الحيوان هنا تشايفوه 24 ساعة، وعقب ذلك نوصل يدخلهم بالمحرارة بالذبح ويتحرموا اللي عودوا خرصوا لكم واللي الأعضاء اللي يلا يخرصوا كي الكبد وطحان وذلك شيات وتزرعات اللي من السليم، إن شاء الله المسليم واللي نعودوا نعدلوا لك الإجراءات. وخلال الفترة الأخيرة تمكنت المصالح البيطرية في المسلخة من تأجير نحر وذبح عدد من رؤوس الحيوان بعد الاشتباه فيها، كما يؤكده المعنيون بأنفسهم.
قال الدكتور عن ناجح لأنها درجتها حرارتها مرتفعة لأنها ترتد ينظر فيها. كانت عندي زايلة وجاتني هون في البلد وتوفي هش من نشرب وتوفي شافها الطبيب وجانا هون وتوفي ومخضناها ودرناها واخذناها عن البلد باطل وعقب قدام وجاء هو نفس النهار مالي وعطاها العناية التامة دقها وتوخرصها وقعنا تعزيز مدة شهر. وضمانا لدمومة عمل المسرخة تقوم فرق التنظيف بإزالة آثار وبقايا عمليتي النحر والذبح عبر مهام متداخلة تتضمن تفقد المجرى وتنظيفه، وذلك في عمل روتيني ينخرط فيه الجزارون من أجل الحفاظ على سلامة اللحوم وبيعها في إجراءات صحية تؤمن المستهلك من أي مخاطر محتملة. عبد الرحمن جدمو، قناة الموريتانية، مدينة أطار. نظم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية صباح أمس بالعاصمة ندوة فكرية تحت عنوان توقع موريتانيا في شبه المنطقة، وتعد هذه الندوة هي ثاني الورشات التفكيرية التي ينظمها الحزب حول الوحدة الوطنية والآفاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وفي كلمته بالمناسبة أكد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيد سيدي محمد ولطال بعمر أن موضوع هذه الورشة يكتسي أهمية خاصة بحكم الدور الريادي الذي تضلع به بلادنا انطلاقا من موقعها المتميز، حيث تعتبر جسرا جغرافيا وتاريخيا وثقافيا واقتصاديا بين إفريقيا والمنطقة العربية. حضر هذه الندوة إلى جانب نواب رئيس الحزب وأمينه العام وعدد من أعضاء مكتبه التنفيذي والمجلس الوطني، أساتذة جامعيون وباحثون وأصحاب رأي وفكر. رئيس الحزب أكد أن هذه الندوة تدخل في إطار الاستراتيجية التي تبناها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لمواكبة السياسة العامة للدولة. ها نحن نجتمع مرة أخرى لتنفيذ ثاني الورشات التفكيرية، وهذه المرة حول موضوع توقع موريتانيا في شبه المنطقة، وذلك في إطار مواصلة إنجاز الورشات التي قرر الحزب تنظيمها حول الوحدة الوطنية والآفاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجيوستراتيجية للبلد. ويكتسي موضوعنا اليوم أهمية كبيرة نظرا للدور الذي تلعبه ويمكن أن تلعبه بلادنا بحكم موقعها المتميز كجسر جغرافي وتاريخي وثقافي واجتماعي واقتصادي بين إفريقيا والمنطقة العربية وامتداداته الكبيرة على المحيط الأطلسي. لقد كان استيعاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني لهذا العلاق التاريخي من أهم أسباب حرصه على أن تستعيد موريتانيا مكانتها الحضارية وتلعب دورها التاريخي من أجل أن تكتمل شخصيتها الثقافية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية. وهكذا بدأت بلادنا مع تسلم فخامته مقاليد الأمور تنفتح على دول الجوار وعلى كافة الشركاء برؤية جديدة قوامها تبادل المصالح والمنافع لتستفيد شعوب المنطقة من خيراتها في أمن ورخاء، لتواكب الدولة الموريتانية هذا التوجه بالقيام بإصلاحات مؤسسية وهيكلية. تحت الشعار الدراسة في المغرب في زمن كورونا، نظم اتحاد الطلاب والمتدربين الموريتانيين بالمغرب صباح أمس بقاعة الاجتماعات في مقر الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين يوما توجيهيا لصالح التلاميذ والطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات المغربية مع بداية السنة الدراسية الجديدة. حضر هذا النشاط التوجيهي عدد من الشخصيات والبرلمانيين والنقابيين والطلاب الموريتانيين المقيمين في المغرب إلى جانب ممثلين عن سفارة المملكة المغربية في نواكشوط، وقد أشاد الجميع بأهمية هذا النوع من النشاطات التحسيسية ودورها البارز في توجيه الناجحين الجدد من الطلاب وتنويرهم حول الإجراءات اللازم اتباعها في البلد المضيف. أعلن في العاصمة عن ميلاد مؤسسة الفاروق للإعلام، وهي مؤسسة جديدة أكد القائمون عليها أنها ستواكب الأحداث الوطنية والدولية من خلال موقعها الإخباري الذي سيركز على نشر المعلومات وتحليل الأخبار بدقة ومهنية.
جاء ذلك خلال حفل استعرض فيه الإعلاميون مع المدعوين الدور الذي يجب أن تضلع به هذه المؤسسة في تحريها للأخبار الصحيحة بعيدا عن الشائعات وحفاظا على أداء الرسالة النبيلة التي ينبغي أن تحافظ كل مؤسسة إعلامية على إيصالها بكل مهنية وحيادة. أطلقت منظمة لننقذ حياة للمساعدة والعون صباح أمس يوما مفتوحا للتبرع بالدم تتويجا لسلسلة من النشاطات التحسيسية نظمتها الجمعية مؤخرا بالتعاون مع شركائها في المجتمع المدني حول خطورة سرطان الثدي. المنسق العام لهذه الأنشطة السيد موسى جاي قدم أمام الحاضرين عرضا وضح من خلاله أهداف هذه القافلة وأكد سعي الجمعيات غير الحكومية المنضوية تحت جمعيته على مواصلة العمل في سبيل توعية المواطنين وتثقيفهم حول مخاطر السرطانات وضرورة الوقاية منها. في شأن منفصل أصدرت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ خريطة حول الوضعية العامة لمنسوب مياه النهر في مناطق الضفة. ختام ومنتصف الليل تذكير بالعناوين. نواكشوط تحتضن ندوة فكرية حول العلاقات الموريتانية الإماراتية بين الماضي والحاضر. التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا يطلق فعاليات النسخة 33 من ملتقى السيرة النبوية ونصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح يطلع في مدينة العيون على سير الورشات الجهوية المنظمة من طرف قطاعه حول البرنامج التربوي الجديد. بإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعتنا والتواصل معنا عبر مواقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على طيب المتابعة. تصبحون على خير.